وائل نوفل مواطن أربعيني تعرض لحادث سير قبل سنوات ووجد صعوبة وقتها في التواصل للحصول على مساعدة، حادثة يبدو أنها ألهمته فكرة تطبيق إلكتروني يبلغ آليا عن الحوادث فور وقوعها نيابة عن المستخدمين بهدف سرعة الوصول إليهم وإنقاذهم. كل 10 دقائق أسرع في إنقاذ الإنسان تقدر توفر 33% من وفيات الطرق، دي حسب الإحصائيات المنشورة في أبحاث عالمية. ممكن نبعت لأي حد مشترك معانا خدمة الإسعاف حتى لو كانت الغير مجانية اللي هي تابعة للمستشفيات الخاصة. عمل وائل على تطوير تطبيق بلانك لنحو عامين من الأبحاث الأكاديمية والتجارب العملية، وتعتمد فكرته على توظيف حساسات الحركة في الهواتف المحمولة للإنذار بوقوع الحادث وتحديد موقعه بدقة وإبلاغ الأشخاص الذين يحددهم مستخدم التطبيق. المستخدم لو هو راكب العربية أو سايق العربية ومنزل البرنامج بتاعنا يقدر لو حصل له أي مكروه في حادثة يبلغ الكونتاكت ليست اللي عنده اللي هو اوريدي ضايفهم في البرنامج، تطمن على أسرتك على أولادك، تطمن على لو حد حصل له مكروه تعرف بيه على طول تقدر تاخد أكشن بسرعة. تطبيق مجاني يحمل أهدافا إنسانية من شأنه زيادة معدلات الأمان على الطرق السريعة التي تشهد أيضا طفرة في رفع كفاءتها لمواكبة معايير السلامة العالمية. تعتمد فلسفة هذا التطبيق الجديد على توظيف التكنولوجيا في إنقاذ مصابي حوادث السير في أقصر وقت ممكن، وهو ما من شأنه تقليص عدد ضحايا تلك الحوادث في حال انتشاره بين المستخدمين بشكل واسع. أحمد مهران، سكاي نيوز عربية، القاهرة.